أن حقيقة لو أن ملك الموت دخل علينا، الله يطول في أعماركم على الطاعة، تقولون أبو عتيق تقولون هادم اللذات، أمليب هادم اللذات، وقال الله يمسيكم ويصبحكم بالخير، اللي يبغى يقبضها الآن قبضته، واللي يبي مهلة شهر بعطيه. من اللي منا يبي مهلة شهر؟ تبي أبو سيف مهلة شهر؟ كلنا نبي مهلة، زين؟ طيب وش بنسوي في هالشهر؟ يا هذا هذا الغمندير اللي بتسوي في ذا الشهر سوه اليوم، والله ما عاد يرقد. لا لا سوه اليوم، هو ما قال لك، لو يعلمنا كان امور زينه، سهود امور، بنستعد ونرتب ونرد الحقوق ونصلح مع الخلق، لكن الكلام ما هو بجاينا يقول ترى لكم شهر. طيب اللي انا بسويه في الشهر هذا اللي اعطاني مهله سوها الان، لان الموت ياتي بغته. ولذلك كل واحد منا يبغى مهلة للاستعداد. طيب أنت في زمن المهلة، بعدين إيش رأيكم في الخبز؟ تعرفون مخبز التميس؟ الخبزة هذه لو طالعت قعدت شوي في المكان وزاد عليها دقيقتين بس، وش بيصير فيها؟ تسترق. لو قيل خذ مليار يورو وقعد مكانها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، المدخن يجينا المبخرة، اقبض على جمرة منها بس لك ساعة واملأ يدك اللي تبي من الذهب والدنانير يا حبيبنا. تلقى بعضهم اذا طاحت الجمرة على اخذ مثل وحرقت الفرشة، صحيح؟ راحت بعض المجالس الرجاجيل مخرق ثمن الجمرة ورا ما شلتوها، قالوا جمرة اشيل جمرة؟ طيب انت ما تحملت جمرة من الدنيا، وهذه النار مخففة 69 ضعف عن نار الآخرة. ان عاد ما نبي يلا صباح زودناها شوي، يلا صباح خير شيخ، انتم طيرتونا موت ثم النار، الله يدخلكم الجنه بلا حساب. آمين. ان نتعظ الان اجمل من ان يتعظ بنا.